محمد وآل محمد. وصلى الله عليك يا خلوا عليها خضار
أصحاب الشيب والكبر رشوا على قبره ماء فصاحبه معطش بللوا أحشاه بالقطر لا تدفن الطيف إلا عند والده فإنه لا يطيق اليوت في الصغر لا تدفن عنهم العباس مبتعدا فالراس عن جسمه حتى اليدين بري يحسننا محروم والحرمان ذي ما وصلت قبرك بعض الغاضري يحسن كل ساعة تمر عندي خسارة شبيدي وانا مهضوم محروم الزيارة مكسور قلبي ما شفت ذيك المنا صعبة يا ابو السجار الحالة علي مكسور قلبي يا غريب الما شرب ماي ماني مع الزوار لا رايح ولا جاي ما شلت راية بكربلة وما جيت مشاي وما وصلت يا سيدي ذيك الوطي يا سيدي اللي نذبح عنها عطشان والماي من الطفح غرق الودية عالقلب يا صبط النبي يصعب الحرمان كرم علي بالزيارة يا شوفي بعد ايها الغيور ايها الموالي وان كان يا ابن المصطفى ماني بمكتوب وعن هالزيارة سيدي حجبتني الذنوب مثل الحر قبلني ابو السجاد اباتوب تصدق علي بهالطلب وبهالعطية مولاي ابو عبد الله مفطور جبدي سيدي والقلب مجروح كل عام اقول الجاي من حسين باروح تقطت حياتي وايامي تقطت حياتي يا امامي وملت الروح وما جيت قبرك سيدي يا ابن الزكية يا حسين عندي هالطلب يا سيد الناس اقسم عليك بصاحب الجفان عباس يلي بقى جسمك على الغبرة بلا خذنا الضريحك سيدي قبل المنيم
عندي طلب ثاني ابو الغيرة اريده يلي الشمر حزما حرى وقطاع واريده لو قبل ما زورك متت يا ابني شهيده قبري دخيلك تعتني بذيك المسي احسنتم عظم الله اجورنا واجوركم واذا بالحاد يقول مولاي زين العابدين هذا الطريق يودي الى كربلاء هذا الى المدينه ما تريدون اي طريق نسلك قال امامنا زين العابدين اسال عمتي زينب لما سمعت زينب هذا الطريق الى المدينه هذا الى كربلاء بلسان الحال قالت قولوا لحادنا يمر بالغاضري نسلم على الوالي وننصب لعزي قولوا لحادنا يمر بهنا على نبغى نزور حسين ونشوف اندفن والله لا روي قبر اخوه يا بمدمع العين ويا ليت فوق القبر تحضرني المني نادى العليل ودمعته بالخد مذروب اكسب ويان اليوم يا نعمان معروف مروا بعماتي وخواتي ارض الطفوف قل فلا اعصي لك امر يا ابن الشفي عرج على قبر الشهيد وصار الصيام والعابد السجاد من فوق الجمل طار وزينب تنادي يا عزين قبرا خرت على قبره ويتامها سوي بيا حال زينب اسمع شي يقول الشاعر يقول نوب تقوم ونوب توقع والدمع سيل تجري على خدها وبس تصيح بالويل اهوت على قبره وبقت التراب تهيل وتقول شوف باب قبر حسين لي واذا بزينب تلتفت يقول ظلت تنادي يا يتامى ويا نساوي شنو عندك يا زينب هي لو تراب القبر بدخل بنظر حسين بنظر تجفن لابوك من غير تشفين واسكن معه ولا ريد هالدنيا الدني وامت على اخوها ابو الفضل تنادي تقعد يمن قطعه وعلى جوده ايادي ما اظن يا اخوي الشام ترضى نشوف وادي يا
الاكرام ما تاخذكم الغيره علي. عاد قامت تعاتب زينب تقول تقعد يا راعي العلم راس من الحزن شار مان الوديعة من ابوكم داحي الباب لو تشوف خويا شلون جسمي بعدكم ذاب تدرون انا مقدار على ركوب المطي تدرون انا مقدار على ركوب المطي أحسنتم عظم الله أجورنا وأجوركم. قال في تظلم الزهراء عن عطية العوفي خرجت مع جابر ابن عبد الله الأنصاري زائرا قبر الحسين عليه السلام فلما وردنا كربلاء دنا جابر من شاط الفرات فاغتسل ثم اتزرع بإزار وارتدى بآخر ثم فتح صرة فيها سعد فنثرها على بدنه ثم مشى إلى القبر الشريف حافيا لم يخط خطوة إلا بذكر الله حتى إذا دنا من القبر الشريف قال ألمسني قال عطية العوفي فألمسته فخر على القبر مغشيا عليه دنا من القبر قال ألمسني قال عطية فألمسته فخر على القبر مغشيا عليه فرششت عليه شيئا من الماء فلما فار نادى بأعلى صوت حسين يا حسين حبيب لا يجيب حبيبا وأنا لك بالجواب وقد شحطت أوداجك على أثباجك وفرق بين بدنك وراسك فأشهد أنك ابن خاتم النبيين وابن سيد الوصيين وابن حليف التقى وسليل الهدى وخامس أصحاب الكساء وابن السيد النقبة وابن فاطمة سيدة النساء وما لك لا تكون كذلك وقد غذتك كف سيد المرسلين وربيت في حجر المتقين ورضعت من ذي الإيمان وفطنت بالإسلام فطبت حيا وطبت ميتا غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة لفراقك ولا شاكة في حياتك فعليك سلام الله ورضوانه وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريا ثم أجال ببصره حول القبر وقال السلام عليكم أيتها الأرواح التي حلت بفناء قبر الحسين وأنا أخذت برحله قال أرباب المقاتل والسيار وبينما جابر وعطية عند القبر وإذا بسواد قد أقبل من ناحية الشام فالتفت جابر إلى غلامه وقال له انطلق وانظر ما هو هذا السواد فإن كان من أصحاب عبيد الله بن زياد لعلنا نلجأ إلى ملجأ
وإن كان سيدي ومولاي زين العابدين فأنت حر لوجه الله تعالى. فانطلق الغلام فما كان أسرع مما رجع إليه وهو يلطم على وجهه وينادي قم يا جابر واستقبل حرم الله وحرم رسوله. فهذا سيدي ومولاي علي بن الحسين قد أقبل مع عماته وأخواته لتجديد العهد بزيارة المولى أبي عبد الله الحسين. يا جابر قوم وتلقى معينه، نهض جابر ينادي وتهل عينه، يا شبل حسين ابوك حسين وانا علي شلون قل لي دارة القوم. قام جابر بصراخ وعويل لما دنا من الامام انكب عليه قبلهما وهو يقول سيدي عظم الله لك الأجر بأبيك الحسين. فقال الإمام انت جابر؟ قال نعم سيدي أنا جابر. وإذا بالإمام يلتفت جابر ها هنا قتل أبي الحسين. جابر ها هنا صعد شمر على صدر أبي. جابر ها هنا فضخ راس عمي العباس. جابر ها هنا قطع أخي علي. جابر هنا خسف جمال القاسم. جابر ها هنا ضربت عمتي زينب. أروي تفاصيل مولاي بلسان الحال. هنا أنا يا جابر تدري اللي صاير حسين بغربته ما عنده ناصر سفك ودماء في كربلاء وذبح ورضيعه وصاحب نداء سوى في الحسين. اعتذر مولاي يا صاحب الزمان. داسوا صدره حزوا لنحرى طحنا وعظاما هم داسوا ظهره وعبد الله مذبوح دم نحرى مسفوح سهم المثلث فارق الروح. وإذا بصوت من على الناقة ولدي علي ولدي علي ولدي علي انزلوني. وصلت إلى قبر الحسين زينب وإذا بها تعدي صار عليها من مصاير زينب. شو تقول زينب بلسان الحال؟ تقول لو ردت يا حسين أفصل لك مصاير هالسفر يوم ما يكفي يا خليص ولا شهر. الصار عليش زينب؟ قالت ابو علي ابو علي ابو علي يدخلونا في مجلس مربطين به
بعد يا زينب. قالت أبو علي ضربوني على عيني كما ضربت أمي فاطمة. لكن شوية الشاعر شلون يوصف يقول أخفضت صوتها زينب، شنو عندك يا زينب؟ قالت يا أبو السجاد لا تزعل علي. ليش يا زينب ما قصرتي؟ قالت يا أبو السجاد لا تزعل علي، أخبرك ماتت بنيتك رقية أخويا قبل لا تموت وصتني بوصية، سلمي لي على عودي وعلى خيا. بعد يا زينب شنو وصلك؟ قالت يا عم وصيج نوح ويا البواجي وسلمي لي على حلو المحاجي، وقولي له قولي له خذوا من تراجي. هي قولي له خذوا من تراجي. راحت إلى قبر أبو فاضل، أبو فاضل بلسان الحال من زينب. يا أبو الفاضل ضاع الخدر ضاعت تراهي زينب، ضاعت تراهي زينب. تتحمل عالي الشمر عليا وناداني يا سبيا، ناداني يا سبيا. شاركني بالله مبارك الله بك. هذا يوم الأربعين، هذا يوم الأربعين، هذا يوم، هذا يوم الأربعين، هذا يوم الأربعين، هذا يوم، هذا يوم الأربعين. إيه الأربعين بموعد الجرح عاشر جدد بالحسين ومشهد، بالحسين ومشهد عالماسي والونين. هذا يوم عالماسي والونين، جنة يوم الواقعة والضحايا موزعة، جنة يوم الواقعة والضحايا موزعة، بالسيوف مقطعة الجسد مهشوم بوتين. هذا يوم عض عن رجعت عبي، عض عن رجعت عبي من بعد ذل وسبي، من بعد ذل وسبي. هذا ركب الزينبي، هذا ركب الزينبي أقبل نوح الحسين. هذا يوم أقبل نوح الحسين، الروس رجعت بالأهل، الروس رجعت بالأهل، والضعن لما نسهل هو عباس الكفل، هو عباس الكفل، لا يسار ولا يمين. هذا يوم، هذا يوم الأربعين،
شوى بس يداويه اللوى امه انبسط اللوى والاشد جرح الحنين. هذا يوم حيرة في مبتلة لوني يا حتها اعتلة حيرة في مبتلة لوني يا حتها اعتلة كم دواوين دخلة بين طاغ ومجرمين. هذا يوم الأربعين هذا يوم الأربعين وجه البعد وسط القلب نيران وجهها يمتى كربلة تصير لنا وجهها ويقلب هالمحب على العتاب وجهها يا ويقول الخيل يا ابن الزهرة الزكية. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات إلى خدمة الحسين شيعة أمير المؤمنين من لم يذكرهم ذاكر من شيعة أمير المؤمنين للجميع الفاتح.